ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة هتحصل النهاردة. فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي لعام 2024 هتنطلق النهاردة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان نحو تشاركية مجتمعية مستدامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وبتستمر حتى 27 يوليو الجاري بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية. النهاردة هتنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة. ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة انتهت مساء السبت بأداء طلاب شعبة علم الرياضيات امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية بالثانوية العامة. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة كمان مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 31 من الدوري المصري. هيلتقي الإسماعيلي مع الجونة في تمام الساعة 5:30، وهيلتقي مودرن سبورت مع سموحة في تمام الساعة 9. في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع بيراميدز.